نتواصل مع كل السادة المشاهدين عبر الهواء مباشرة من داخل فن اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وهي واحدة من ليالي الحقيبة. كل سبت تعودنا دائما أنه نسمع الغناء الجميل الطروب، الأغنيات والكلمات النادرة، ونسمع فن من الفنون النادرة الغير موجودة، لكن الشباب الآن هم من خلال الساحة ومن خلال مشاركاتهم في اتحاد الغناء الشعبي حيأمتعونا وأتربونا حقيقة بإلمام الثقافة وإلمام الحقيبة وإلمام الكلمة الجميلة والمشاركات المختلفة من الأعمار أيضا المختلفة. وسعيدة أن تكون بمعيتي حواء، أهلا وسهلا بك يا عائشة، ومنورة اليوم اتحاد الغناء الشعبي. تفضلي، كيف حالك؟ كثير إن شاء الله يا رب. عائشة كلمين عنا اليوم، انت كضيفة حق ضيفة شرف، لكن احنا بدنا نشوف مشاركاتك اللي حتكون قادمة في فن اتحاد الغناء الشعبي. والله ان شاء الله في الايام القادمة دي حنشارك كثير. اول حاجة بقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله عام جديد حلو علينا كلنا وعلى كل الامة السودانية. فانا شاركت كثير هنا في المنتديات دي، خاصة الغناء الشعبي يعني شاركت فيه كثير، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة الجاية دي نشارك برضو. في تغني شعبي يا عائشة؟ لا أنا ما بغني شعبي، أنا غنيت أكثر حاجة للراحلة الفنانة العملاقة عائشة الفلاتية، فغنيت لها كثير، وعندي بعض الأغاني الخاصة برضو بغنيها، وبعض الفنانين تانيين برضو بغني لهم. فيعني جاي كده وكده، دي حاجة كويسة. الفنان لازم يكون عنده إلمام كثير بالفن المختلف وبالأجيال القادمة وحتى أعماله الخاصة. أعمالك الخاصة كيف؟ والله أعمالي الخاصة عندي هسي شاعر اسمه أبو النبراس، ربنا يطلعه بالخير، هسي هو في الدوام، فعندي منه 4 أعمال خاصة لسه هسي الأيام الجاية دي حنعمل عليها بروفات وحنسجلها إن شاء الله. حريصة إنك تشارك الاتحاد في أكيد منتدياته. أكيد حتى لو ما عندهم مشاركة يعني أنا دائما مداومة، يعني بحب أجي الغناء الشعبي، يعني بحب أجي أفرق، والمنتدى ده ما شاء الله بيفرق عليه كل الناس. بعدين مدرسة المنتدى ممكن. أي أكيد أكيد مدرسة، يعني كل الناس بتجتمع في المنتدى ده، حتى الاجتماعات والتفاكر والحاجات دي كلها هنا في الغناء الشعبي. شكرا، احنا شاكرين ومقدرين للفرصة دي. وكلمة ورسالة أخيرة ممكن تقدميها للشباب ومن النساء للنساء عموما حواء سودانية. والله بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وعام جديد جميل علينا، والناس دائما تشارك في المنتديات، في كل سبت في الغناء الشعبي، وفي كل منتدى الناس بتلاقي ناس جديدة، بتلاقي أشخاص، بتتعرف على ناس، يعني حاجة جميلة جدا جدا إنه يعني في السودان عندنا المجتمعات دي، فالحمد لله. شكرا جزيلا لك حبيبة، الله يخليك، تسلمي. إذن بنتواصل معاكم ومعانا آخر الفنانين اللي حيطربونا، ونحن بعد ما نقدمه حنسمع أغنيات الأستاذ لمين خلف الله. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك. مساء الخير عليكم وعلى قناة الشروق، إن شاء الله يعني بداية جميلة وموفقة وحلوة، إن شاء الله الغناء الأكثر يعني انتشارا يعني بمناسبة. نحن يعني معتمدين إن شاء الله ومعتمدين إنه الغناء تأخذ مكانها المرموق. أستاذ لمين خلف الله، الجمهور والناس كلها من قبل منتظرة طربك ومنتظرة كلماتك وأغنياتك الدافئة، خلينا نشوف مشاركتك من داخل اتحاد الغناء الشعبي، هل هي دائمة؟ والله أنا طبعا يعني زي العضو المنتدب كده، يعني أنا طبعا مشرف على المنتديات في مركز شام درمان، لكن من أي مرة كده باعتبار أنه باتحاد فن الغناء الشعبي هو المنبر الأساسي للغناء السوداني، باعتبار أنه هو المنصة الأساسية، بالتالي يعني من حقنا نحن، ودي الغناء ذات انطلق من اتحاد فن الغناء الشعبي، لازم نحن نأدي ضريبتنا ونأدي الأغاني الجميلة بتاعت الحقيبة، فمن المنطلق ده يعني أنه بنحاول بقدر الإمكان نشارك معاهم، باعتبار أنه دي حاجة حتى الأجيال ذات لما تشوفنا ده تواصل بتاع أجيال جميل جدا ومواصل الفن الأصيل الجميل في فن الحقيبة. لو الليلة قلنا لك حتسمعنا شنو حتقول إنك ما مرتب الأغاني لأنه بتجي تلغائية من خلال الجمهور؟ صحيح 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 صحيح. دعمكم للشباب اللي بيجوا المنتدى عشان ما يقدموا الأغنيات، وحرصكم الدائم في إنهم هم يحفظوا الحقيبة بشكلها. والله أنا شخصيا يعني بعتقد إنه المنابر دي كل المواعين الثقافية الموجودة في العاصمة في الأغاني مفترض إنه تقدم المادة الجميلة، لأن إحنا حصل انفصال بين الأجيال القديمة والأجيال القديمة،
حصل انفصال لعدة أسباب ما دارنا نخوض في أسبابها، لكن إعادة التواصل الاجتماعي والفن الجميل بهذه المواعين الثقافيه تقدم اعمال جميله ان شاء الله. احنا شاكرين لك استاذ الامين خلف الله، موعودين في انه نسهر معاك ونكمل باقي الامسيه. الله يعزك يا اخي، شكرا لك وانا تشكرك. اذا نتواصل في ليالي الحقيبه مع الاستاذ الامين خلف الله، جميل الروائع، تابعونا وابقوا معنا على المسرح. الليله جاي تعتذر وترجع ايامنا الزمان، من وين نجيب لك العذر بعد ما فات الهوان، بعد ما فات الهوان. جاي تعتذر ترجع ايامنا الزمان، من وين نجيب لك العذر بعد ما فات الهوان، بعد ما فات. Thank you.
هب النسيم جاب لي طيب وميجي هذا الغصن الرطيب زاد ويلي انا ما بطيب
الدلال والغرام عيوني أهن دجاف المنام عيوني ولا عيوني يا
ناس طالبين بتريد اللطام. تريد النظام سد القدادة هزيت البلد من اليمن للشام سيفا للفقر الله الاتحاد
فن الغناء الشعبي بأم درمان كانت سهرتنا معاكم وأمسيتنا مع مجموعة من الفنانين الكبار. نشكر كل الناس اللي رافقتنا وتابعتنا واللي كانت معنا. شكرا جميلا وتصبحون على ألف خير. لمة المخلوق بعيني بشوف ورزوان هاي خوفي.